الله، طب والله كويس اني لقيتك، اصل انا كده كده يعني كنت هدور عليك لغايه اما اجيبك. هو انت تاني؟ ايه؟ جايه ترمي بلاكي علينا؟ ما تروحي ترمي بلاكي على اي حد تاني. حاضر يا هاني، بس لما هشام يعرف الحقيقه الاول. حقيقة ايه؟ انا ما خدتش الفلوس علشان ابيعك هشام، انا خدتها عشان اديها لسنايا اللي هددتني. هددتك انها تقول ان انت اللي قتلتي عامر، صح؟ اولا انت عارف عامر كويس قوي، وعارف عمل معايا ايه، وانت نفسك كنت واقف معايا وجنبي علشان نثبت ان اللي هو قتل امي، مش ده اللي حصل ولا لا؟ الخلاصه يا نانسي. الخلاصه يا هشام اني ما بعتكش. الخلاصه لو جايه وطمعانا في قرشين خلاص شطب قفل. يا ريت ما تتدخليش بيني وبينه، تمام؟ المهم يا هشام، واللي في بطني؟ وانا مالي؟ وايه اللي يثبت انه مني اصلا؟ ايه؟ يعني ايه اللي يثبت؟ مش فاهمه. يعني ايه اللي يثبت انه ابن هشام؟ مش يمكن يكون من واحد تاني؟ انت سامع الست الوالده بتقول ايه؟ انت سامع اصلا انت بتقول ايه؟ نانسي، انا الباب اللي بقفله مره وافتحوش تاني. يعني انت مش فارق معاك خالص ان انا حامل وان انا هجيب لك بيبي؟ نزلي، اصلا ما شرفنيش ان يكون لي ابن منك. اقول لك انا على حاجه، انا اللي ما شرفنيش. عن اذنكم يا مهوات. ايه البلاوي دي؟ ايوه طبعا طبعا، هي هتلاقي فين زيك تطمع فيه. انت اللي غلطت، اوعى تسمع كلامها يا حبيبي. هو احنا نعرف هي جايب من بيبي ده منين؟ ايه